بالعاصمة العلمية للمملكة، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس ندوة حول موضوع نشر التربية الرقمية بالمؤسسات التعليمية، وتهدف هذه الندوة المنظمة بشراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إلى المساهمة في نشر الثقافة الرقمية بالمدارس المغربية ووضع ميثاق لتوجيه مستعملي المعلومات والوسائل الرقمية في أفق جعلها كدليل فعال لتلاميذة المؤسسات التعليمية. اليوم جاء تبعا لإحساس اللي كيتقسموا جميع التلاميذ الأباء والأساتذة والمربين، كيتقسموا على ضرورة توعية وتحسيس رقمي لما لهذه التربية الرقمية من أثر مهم في التربية وفي الحياة اليومية وفي التدريس. هذا المجال مجال لا يخفى عليكم مهم جدا، عنده ارتباطات بجميع الجوانب التربويه والحياه اليوميه. اذا هذه مساهمه من الاكاديميه وجميع المديريات ديالها وتقريب التلميذ اولا، ما يخفاش عليكم المحاضرين معنا اليوم، وكذلك الاساتذه والاداريين والاباء على اهميه هذا الموضوع، وهي خطوه اولى سيتبعها ان شاء الله خطوات اخرى في هذا المجال. برنامج جيني هو برنامج اللي هي مديريه في وزارة التربية الوطنية مهتمة بإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال. برنامج جيني بطبيعة الحال هو الذي يساهم في التكوينات وفي إدارة مجموعة من الورشات التكوينية لصالح الأساتذة، وجميع هذه التكوينات دائما تصب في صالح التلميذ. في إطار البرنامج المندمج رقم 12 الذي يعتمد على رؤية ديال التكنولوجيا التواصل والاتصال بطبيعة الحال، ويناقش المشاركون في هذا اللقاء مجموعة من المحاور مرتبطة بأخلاقيات وسلوكيات المواطن الرقمي والأمن الرقمي والبيئة الرقمية وصحة وسلامة المستعمل وكذا ضوابط استعمال تكنولوجيات المعلومات.